أخبار اليوم. التخفيضات ونسبها وأسعارها وما إلى ذلك. التخفيضات هتيجي في نوعين. نوع هتبقى سلع لها أسعار هي حدود قصوى، يعني مش هيبقى فيه أعلى من كده. واللسة ديت هتعلنها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهتكون جاهزة، يعني ممكن مع الأستاذ محمود دياب هتكون موجودة. الأسعار ديت هتكون الحد الأقصى اللي موجود في كل المعارض لمجموعة من السلع الأساسية، وهتلتزم شركاتنا، شركات التابعة لشركة قطر للصناعات الغذائية، شركات الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية وبعض العارضين من القطاع الخاص، إن في كل المعارض كان موجود بالسعر ده. يعني مثلا على سبيل المثال لما هقول إن التوابل هيكون سعر الكيلو بحد أقصى 20 جنيه، يبقى هيبقى بحد أقصى 20 جنيه في كل مكان، والرقم ده رقم جيد جدا. جايز عارض من العارضين يكون عنده قدرة إنه يعمل حاجة أفضل، أهلاً وسهلاً، أو يدي عروض، لأن العروض ما هياش نسب تخفيض، ممكن العروض ده بيدي حاجة مع حاجة، بيدي بيجمع حاجات مع بعض، في طرق مختلفة لعملية العرض، إنما ده بيكون الحد الأقصى. هتعلن هذه القائمة، وهي قائمة هتكون موجودة في كل مصر. أيضاً إحنا بنتكلم على إن سلعة الرز واللي حضرتك أثرته من إن سلعة الرز يكون فيه عمل يضمن وجودها لفترة طويلة. أولاً اللي حصل في الرز هو أمر عارض، أمر عارض وارد الحدوث، لكن إيه اللي إحنا بنعمله وهنعمله؟ إحنا دلوقتي بنطرحه في كل المنافس اللي موجودة بأربعة. أنا بس عايز أكد على حاجة مهمة جداً، إنه أنا قلت إنه ما حدش له فضل ولا حد بيتفضل على حد ولا على المواطن بالمجهود اللي بيتعمل، لكن الساده المحافظين والمعاونين بتوعهم في المحافظات هم فعلا اللي عملوا وبيعملوا الدور الكامل. واحنا كوزاره التنميه المحليه احنا ما بنديش تعليمات للمحافظين، لان المحافظين دول عارفين شغلهم كويس قوي، بيعملوا شغلهم كويس قوي، واحنا كل الحكايه ان احنا بننسق معاهم وبينهم وبين الوزارات والغرف والجهات المختلفه، فهم بيقوموا بدور كبير جدا. ما يعني توفير الاماكن، حضراتكم عارفين انه يعني في احيانا في بعض الاماكن بيبقى في صعوبه بتوفير المكان، فده بيخلي انه ان احنا بيبقى في بحث ومجهود شويه عشان نلاقي زي ما قلنا كده مكان مناسب وما بقاش فيه تكدس او تزاحم. وفي احنا يمكن كان في فتره من الفترات في حكايه استغلال الاماكن بمقابل والكلام ده، لكن احنا بقى لنا فتره حقيقه طويله بالتعاون بين المحافظات وبين الجهات المختلفه، ويمكن ان المحافظات الصعيد شافوا انه احنا دلوقتي بنوفر الاماكن والمعارض حتى المبنيه واللي لها قيمه وسعر بنوفرها، وفي خطه ان احنا نعمل معارض لجميع منتجات خارج بقى اهل رمضان وخارج السلع، منتجات لجميع المنتجات بتاعه المحافظات في المحافظات الاخرى. ويمكن ابتدى في خلال الشهر اللي فات ده لحضراتكم متابعين الاساس الدمياطي في محافظات الصعيد.